نذكري كنا كنهزو والدينا كان حنايا ما كناش كنلوحوهم ما ديناهمش لدار العزازه كنا نديوهم نعوموهم نتهلاو فيهم دابا راه ولا كيتزوج ولد كيقول لي ديها لدار العزازه البنت هي كتزوج كتروحو لدار العزازه حنا بكري بلا بكري كنا كنخدمو عليهم ونضربو ولحد الان باقي كنضربو عليهم تماره لحد الان كنضربو على والدينا تماره ماشي كنلوحوهم الناس راه هزاو داها قال امي غنخرج انا وياك الغابه نتسارى خليها في الغابه وزاد يلا انا ما بقات لا محلنا لا شفاقه لا ما الوقت ما خصهاش تكون بحال هكا هذا ما كان الوالدين هم احسن حاجه